كنشكر منصور البيل بريس وطاقمها، كذلك كنشكركم لانكم حشيتوني في هذه الغفله بعد كنتمنى تعذروني. فبنتكلموا على الفيلم الحالي اللي الابداع ديال 2000 نقولوا 2024، لانه بدا مع بدايه هذا الموسم الجديد اللي كنتمناه لكل المشاهدين والمغاربه والأمة الإسلامية يدخل عليهم إن شاء الله بالخير ودوام الصحة والعافية. فإلا بنتكلموا على فيلم أنا ماشي أنا، وفي حقيقة فيلم اللي حاليا نال واحد الإعجاب كبير عند الجماهير، لأن الجمهور دابا اللي كنشوف هو كاين الجمهور اللي كيدخل ليه ثلاثة النوبات، معنى ذلك أنه كاين واحد الإقبال واسي النمط، واحد الاقبال اللي ما كناش كنتصور. انا شخصيا ما كنتش كنتصور العمل. شاركوا فيه واحد المجموعه من خيرة الممثلين المغاربه. هذا هنا كيرجع الشكر للسي هشام الجباري والاستاذه الفاضله فاطمه بن كيران، لانهم داروا واحد الكاستينغ اللي تبارك الله كان جميل بزاف، اللي جمع خيرة الممثلين بحال صديقي وعزيزي خويا وسيدي عزيز داداس واختي تنقول اختي بعدا واخي، لانه حتى فين كنشتغلوا اسره، كنشتغلوا كعائله، كنا كنشتغلوا بواحد الاريحيه. فكي قلت لك كان الاستاذ عزيز داداس والاخت دنيا بوطازوت، الاخت لاله سكينه درابيل، الاخت مجدولين، كان كذلك العزيز الغالي سيدي ربيع القاطي. من مراكش كان عزيز الحبيبي الاستاذ ديالنا، كان سي عبد اللطيف الشقره، سي وليد مزوار، عبد ربي، كنتمنى يعذرني اللي نسيتو، ما انه الكمال الله تبارك وتعالى. فكنا كي قلت لك تنشتغلوا بواحد الاريحيه، ما كنتش عندنا ضغوطات، رغم انه كنا كنصوروا في مواقع اللي شويه من الصعب تصور فيها في واحد الحراره مفرطه في مراكش، اللي هي كتفوق 46 درجه 48. عاد كنا كنلبسوا جلالب الصوف شويه وهذا، وكنصوروا في الصحاري هي الشموشات، ولكن كنا كنخدموا حنا مرتاحين. علاش؟ لان كنا شي كيكمل شي، خصوصا ملي كتلاقى مع ناس تبارك الله من طينات هاد الاسماء اللي قلت لك، كتلقاهم هما كيكملوا ليك، كاين واحد التكامل بيناتنا. لذلك انه الفيلم تبارك الله، وكنتمنى ان ما باش نحرق الوراق ديال الفكره، وهو فيلم كوميدي بكل المقاييس، ويمكن تدخل بعائلتك، تدخل مع وليداتك، كان عمل محترم، عمل تحق للمشاهده ويستاهل المشاهدة. خير دليل الإقبال اللي كاين دابا في القاعات السينمائية المغربية، لأنه الناس ما لقاوش مقاعد شاغرة، كلشي عامر. كاين القاعات اللي ردوا مجموعة الناس ما لقاوش فين يقعدوا، ما لقاوش. وهذا خير دليل على نجاح العمل وكيفاش وصل، وكيفاش اشتغلوا عليه الممثل، كيفاش اشتغل السيد المخرج، كيفاش عمل زعما كيتفرج جميع المقومات تاع ديال العمل السينمائي. غادي نكون انا اسعد من لانه قيمه مضافه لي انا، خصوصا وانني بديت العمل الفني منذ السبعينات من القرن الماضي. فكيتمنى الانسان انه يحط شي عمل اللي يخر به حياته ويتوج به مساره الفني بواحد الجماليه اللي كتخليه يبقى اسمه راسخ عند الجمهور. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.